الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. ما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. هذان الحديثان وهذا الإجماع الذي نقله شقيق بن عبد الله البجلي التابعي الذي قال عنه النووي رحمه الله المتفق على جلالته رحمه الله، فيها بيان هذا الأمر العظيم والأمر الخطير الذي يتساهل فيه اليوم كثير من الناس، هو أن ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، ليس مجرد ذنب ومعصية، بل هو كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام. وقد مرت علينا الأحاديث والآيات كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وذكرنا أن المعنى المخالفة لهذه الآية أنهم إذا لم يصلوا ويؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ومفهومها أنهم إذا لم يصلوا ويؤتوا الزكاة فلا نخلي سبيلهم بل نقتلهم قتال الكافرين. وهنا في هذا الحديث، حديث جابر وحديث بريدة، تصريح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل التأويل. قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال: بين من ومن؟ بين المسلمين والكافرين. البينية تقتضي التفريق بين الشرك والإيمان، الكفر والإيمان، والشرك والتوحيد. قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا حديث صريح. فالبينونة هنا المراد بها التفرقة بين المسلمين وبين الكافرين، وهذا رد على الذين يقولون أن ترك الصلاة كفر أصغر. لا، ليس كفرا أصغر. لو كان كفرا أصغر، ليس كفرا أكبر مخرج عن الملة، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم البينية هنا الفارقة، لأن هنا الفرق بين هذا الفريق وهذا الفريق. الكافر كفرا أصغر لا يكون خارجا عن الملة ككفر النعمة وكقتال المسلم، لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بينونة وتفرقة، هنا في بينونة وتفرقة. قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي الحديث الآخر قال: العهد الذي بيننا وبينهم، بين من ومن؟ بيننا نحن أهل الإسلام، وبينهم من هم؟ أهل الكفر والخسران. بيننا وبينهم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. فدل هذان الحديثان على أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج عن الملة. ويشهد له الأثر الذي نقله النووي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن شقيق البجلي المتفق على جلالته وإمامته رحمه الله ورضي عنه. قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني كل الأعمال إذا تركها المسلم، يعني لو ترك الزكاة، لو ترك الحج، لو ترك الصيام، لا يكفر لكنه معرض للوعيد الشديد، لكن ترك الصلاة لا كفر. لذلك قال: لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فالصلاة عند الصحابة شرك أكبر وكفر أكبر مخرج عن الملة.
ولذلك صرح عمر رضي الله عنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه من لم يصلي فهو كافر بالنص، من لم يصلي فهو كافر. فهذا معروف عن الصحابة رضي الله عنهم الإجماع. أما ما جاء من خلاف بعد الصحابة فيعتذر للعلماء الذين قالوا بعدم الكفر وقالوا أنه كفر أصغر، لكننا لا نقدم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على إجماع الصحابة أي أحد. الإجماع صح، نأخذ بالإجماع، صح الإجماع عن الصحابة، فلا نضرب الإجماع بخلاف حادث. هذا خلاف حادث يعتذر العلماء جزاهم الله خيرا ميل الأجر والأجرين، لكن هذا الأثر يبين لنا أن تارك الصلاة عند الصحابة كلهم كافر كفرا أكبر مخرج عن الله. ثم ختم المصنف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإذا انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا أيضا حديث يبين لنا أن تارك الصلاة لا ينظر إلى أعماله، إذن تكون هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن كان من أهل الصلاة ينظر في الصلاة ثم بقية العمل، ما كان عند الصلاة لا ينظر في بقية العمل، إذن ليس على الإسلام. هنا قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، إن فسدت خاب وخسر. خيبة وخسران ليس بعدهما نجاح وفلاح. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. وهذا يفيدنا الحرص على النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الزكاة، نوافل الصيام، نوافل الحج، كل الأعمال نحرص على النوافل التي فيها، لا نكتفي بالواجبات، لأن الواجب الذي عندي وعندك لا بد أن يكون في خلل. هل أحد منا يجزم جزما أن صلاتنا اللي صليناها الآن كاملة، لم نسهى فيها، لم نغفل، لم نترك سنن؟ ما أحد يقول هذا، كلنا عندنا نقص. فهذا النقص نغطيه بماذا؟ بهذه النوافل. فلذلك إذا انتقصت الفريضة قال الرب عز وجل انظروا لعبدي من تطوع، هذا يكون أولا في الصلاة. فإن كان هناك تطوع سد بها هذا النقص الذي يكون في الفريضة في الصلاة، ثم بقية الأعمال على هذا النحو، ينظر في الواجب ثم بعد ذلك في التطوع الذي يسد هذا الخلل. فهذا آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. السلام عليكم.